عايزة كل السادة المشاهدين اللي اتفرجوا علينا ان هم يتوجهوا لجهاز تنمية المشروعات. انا بوجه النصيحة دي للمواطنين بصفة عامة وللشباب والفتيات بصفة خاصة، يتوجه لأي فرع من فروع الجهاز المنتشر على مستوى الجمهورية اللي هو يقدر يحصل على عنوانه من خلال التواصل مع الخط الساخن 16733، يتوجه للفرع المعني الموجود في محافظته ويسأل عن الخدمات اللي هي متاحة ليه واللي هو عايزها، وإن شاء الله يقدرنا إن احنا نساعد كل المواطن والشباب بصفة خاصة.